نازلين مصر؟ نازلين مصر؟ خدونا معاك. اصل العربية بتاعتنا عادي، خدونا معاكم والنادي. ميرسي قوي. اهلا اهلا اتفضلوا. ايه اللي بتعملوه ده؟ مش عيب عليكم تركبوا عربيات ناس اغراب يا بنات؟ طب وفيها ايه يا نسا تفيد؟ فيها شرف الشركة وسمعتها. عربيتنا عطلت والناس بتساعدنا. كل دي انسة؟ المساعد ربنا مش عربيات الناس. يا انسة تفيدة خد المسألة ببساطة بقى. اللي اتأدب اللي اتأدب اللي اتأدب. لا ابدا ولا حاجه، بلاش كده. العربية عطلت. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قول له. يلا. بصراحة بقى يا نسات. احنا بقالنا ست اشهر. ما شفناش ستات. ايوه. فاهمين يعني ايه؟ لما عرفوا ان الاجازة بقت 24 ساعة بس، كانوا مستعجلين، لدرجة ان الكابتن احمد والكابتن سمير نسوا شنطه. هي الاجازة بقت 24 ساعة بس؟ يعني مش هلحق اتجوز. اتفضلوا خد الشنطة. اتفضل. قبطان شريف، قبطان احمد، قبطان سمير. هنا؟ ايه ده؟ شريف فاخر عامل كده؟ ليه؟ هو احمد عامل هو كمان؟ ايوه يا ستي، بس على مستوى اقل. الحقوا تعالوا شوفوا مصيبتي ايه ده. صدقوا اللي قالوا. قالوا ايه؟ ان البحار له في كل مينا زوجه. هما راحوا كام مين؟ 39. رمرمه اللي اتأدب. ايه كان في كل جواب يقول لي صورتك دايما بتعزيني، هتاري عامل صوان بياخد فيه العزه ورايا. يلا انا نجمه مصر المنتظره، ابقى كومبارس في مملكه سمير. الاسم ضابط بحري والفعل شهريار بحري. اسمعوا، هو مش كل واحد فيهم عامل شهريار؟ يبقى احنا كل واحده فينا تعمل ايه؟ شهريار. نصوم نصوم ونفطر على حواديت. اللي صبرنا ست اشهر نصبر كمان ست اشهر. ونسيبهم يدخلوا 39 دنيا جديده؟ انا ما اقدرش اصبر ولا ثانيه. انا شخصيا مش حاسس لنفسي ابدا اني ابقى زي اي واحده من دول. ومين اللي هتسمع؟ يمكن اميره. اميره رفضت مليون راجل عشان سمير، ولازم اعلمه يرفض الدنيا علشان. يبقى متفقين؟ متفقين. شريف ما يدوقش الحب. احمد انا حربيه. كل اللي بينا انتهى يا سمير. يا حضرات، ده محل مأذون مش محل كسبرة. هاتوا العروسة انا اجوزها. بس حالا حالا. استني العروسة. اتفضل. تكون موجودة. اهلا منورين. شو حاجة. هناخد حلبة حفصة والناس. الو الو يا طنطا يا سمير. شكتك نايبة. الحمد لله على السلامة يا جوز بنتي. يا طعم اديني اميرة والنبي. اميرة دي اميرة راحت لك اسكندرية عشان تستقبلك يا مدهوش. راحت فين؟ ايه راحت فين؟ تستقبلني؟ افتح الباب افتح الباب. اميرة
الباب. باب ايه؟ باب ايه؟ باب ايه؟ باب المينا. مينة ايه يا ابو سمر؟ احنا هنا في مكتب الاستاذ. طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارف. تعال نروح لها سوا. تروح لها فين؟ ما انت تروح لها من هنا وهي تيجي من هنا. انا عندي فكره. انت تستناه هنا، اول ما توصل كلمنا بالتليفون نجيلك على طول. يلا بينا. هتسيبوني لوحدي سمير؟ سمير يا حبيبي انت كلك مفهوميه، منى مراتي حبيبتي مستنياني على نار، انا مش فضيحه عن اذنكم. ما تسيبنيش انت، الله يخليك. لا ما انت عارف ده ليلى، ده انا بقالي 6 اشهر ده مره خالتي جت هي والعيال وقعدنا نعمل دوشه في قلب المتاع ولا حصل اي حاجه من هنا. 6 اشهر ده انا هعمل اعمال. تسيبوني انا لوحدي؟ طيب يا بختكم يا متجوزين. منى! الله منى! منى فين يا ماما؟ ده انا ما عنديش وقت اضيعه. هو انت ما قابلتهاش؟ قابلها فين؟ دي راحت لك اسكندريه. راحت فين؟ تستقبلك يا شريف. تستقبل ايه وتهبب ايه؟ انا قلت لحد يستقبلني؟ انا جبت سيره استقبال؟ انا طلبت منها استقبال؟ استقبال ايه وهباب ايه يا ماما بس؟ مش كتر خيرها يا ابني اللي مشتقالك وملهوفه عليك. ده مش استقبال، ده وقت ضايع على الفاضي. الوقت ده كله انا كنت اولى بيه. طول 24 ساعة يا ماما، 24 ساعة. انت يا بت انت، غوري من وشي يا بت، غوري من وشي. الله، انت ما بتفهميش، غوري من وشي. ابعدي يا بت انت، احسنلك. ابعدي. هو جرى ايه يا شريف؟ هي البنت عملت لك حاجة؟ كنت هتزحلق، رجلي كانت هتيجي وكنت هروح في 60 دقيقة. اسمعي يا ماما، البنت دي لازم تغور من هنا، مش عايزها قدام خليتي كده. هتروح فين بس يا ابني؟ معرفش يا ماما، اديها اجازة. عارفة لو قعدت هتبيعها، هقطعها، هاكلها اكل، هاكلها كده. نعم. انت ايه؟ انت جبت 22 ازازة بيرة، و22 خصاية، و22 دبش الجزر، و22 راجل يشيلوا معايا. يخرب عقلك، ده انت دمك زي النيل. انت بتهزر معايا ولا ايه؟ لا، هم ولادك مش تحت. ولادي عندهم 1000 الونزه. 1000 الونزه؟ طب يلا، وهجيب اللي اقدر اجيبه. والباقي بعدين. المهم الحاجات دي تيجي قبل ما ده ما توصل، فاهم؟ يمكن ما توصلش، يمكن ما توصلش. انت هتدق؟ ما انا عارفك بواب قرك بكر. اتفضل ارش نجر. نجرينا. قال ما تجيش. ايه احنا هنلعب لعب؟ خشب يا حبيبي خشب. اخص اخص يا ابو حنان، تغلبك غاده حسناء اول مره تحصل. قصدك تاني مره تحصل؟ احنا هننسى ولا ايه؟ انا اقدر انسى. انا يظهر عليا توكاش. هات الظهر. ايه ده كمان بتلعبي بلادي فير؟ تقدر عليا؟ صلوا على النبي. انا هتجنن. ايه اللي اخرها لغايه كده؟ يا اخويا اهدى بالله، لغايه حجته معاه. حجته معايا يا طنط؟ انت عارفه فاضل كام ساعه؟ ده انا وهو هيفضل واقف لنا كده. اجري اعمل لنا وانا اعمل لي قهوه سكر ساده. ما يلا هتقف لنا انا درجي. يلا بقى يا اخويا. حاضر. ادي يا شفت الحب بيعمل ايه في الطاوله؟ امير مفيش تفاهم. مع السلامه. باي. ليلى مفيش حب. باي باي. باي. الو. ايوه يا احمد، انت بتعمل ايه؟ انا بسخن. بستعد للنزول لارض الملعب. انت بتعمل ايه؟ يا شيخ بلا خيبه يا ابني، بلاش تضيع وقت وسخن احسن لك. اسخن ازاي بس وماما موجوده؟ اسمع يا ابو حميد، انا بفكر لما تيجي منى اجيبها واجي لكم. تيجي فين يا سيد؟ اللي جيبها ده انا هعمل عمايل. ازيك يا ماما، وحشتيني موت.
عشت يا حبيبي يا حنين يا امير. الا بالحق يا ماما، انت اخر مره زرت فيها عطيات اختي كان امتى؟ والنبي يا ابني من زمن، بقالي يجي زياده عن شهرين. يا خبر يا ماما، شهرين شهرين بحالهم؟ لا مالكيش حق. ما انا يا ابني بطمن عليها بالتليفون. ايوه ماما، بس التليفون حاجه وكونك تروحي لها وتقعدي معاها وتتمتع بقعدتك الحلوه حاجه تانيه خالص. لازم تروحي لها يا ماما. حاضر يا ابني. طبعا هتروحي لها دلوقتي. ليك عليا، اول ما تخلص اجازتك اروح اقعد معاها يومين. تخلص اجازتي؟ ايوه بس ليه يا ماما ليه؟ انت مش خلاص اطمنتي عليا؟ واجب برضه تروحي تطمني عليها مش بنتك. وهي الدنيا طارت يا ابني. يا ماما بقى معقول اسيبك قبل ما اقعد معاك واشبع منك واتملى بيك؟ ما انا الحمد لله بخير اهو يا ماما يا حبيبتي. واذا كانت اختك وحشاك يا ضنايا نضرب لها تليفون تيجي تقعد معاك شويه. لا يا ماما لا، تيجي تعمل ايه بس؟ انا بقول يعني عيب برضه ما يصحش تسيب عيالها وجوزها وتيجي تقعد معانا، ده حتى جوزها يزعل. ثم انا جايب لها شويه حاجات لازم تاخدهم، ده من ايطاليا وده من فرنسا وده من اليابان، وجايب لها شويه بخور من الهند. ايه كل ده يا ابني؟ طبعا. امال مراتك جايب لها ايه؟ مراتي؟ مراتي اصل حاجة مراتي جاية في المركب اللي ورانا، انا بقول تروح تدي دول عطيات اختي احسن بعدين تزعل تقول اخويا جاي بايده فاضية. يا ضنايا يا شيرين طول عمرك حنين وامين. طبعا يا ماما والنبي حاجة تستاهل المشوار. سلميلي عليها قوي يا ماما والنبي، مع الف سلامة مع الف سلامة. الو ليلى؟ مين؟ شريف؟ لا انا مش احمد يا شريف، انا الشغاله الجديده. ايوه يا اخوي. بتقول ايه؟ الازمه انتهت يا ابو حميد وماما خارجه. شريف. ايوه ماما. سبتك بخير يا ابني. مع الف سلامه يا ماما. انت بقى مش هتزور اختك؟ طبعا، امال لازم ازورها. اول ما تيجي منى اجيبها واجي لكم على طول. طيب. خلاص. خلاص يا احمد. هسخن. يخص عليك مراهق. ده انا حامل عنايب. رزق. أميرة. أميرة. إيه ده مين؟ أميرة. الحمد لله على السلامة يا أميرة. شايفين؟ شايفين؟ أميرة الفنانة إدت لأميرة الإنسانة بومبا. وخلتها تضحي بأحلى ساعات عمرها وتسيب جوزها وتيجي الفنان، وعشان كده لازم نزفها. الأجهزة المعنية تستعد للزفة. يا سلام، ده انت سكتك ودنيتك حلوة حلاوة. الله يخليك. عظيم. ألو؟ مين؟ انت فين يا أميرة؟ أنا في استوديو؟ أنا جاي حالا. اوعي تتحركي. يلا يا مولانا. يا ابني اتقل. ده بتقولي صنعة. صنعة مين يا نينا؟ أنا تعبان. ايه اللي حصل؟ ايه حصل؟ ها؟ ايه يا ابني؟ تعالى بس. أنت اتسرعت كده ليه يا حبيبي؟ ايه حريقة؟ حصلت حريقة؟ ايه ده؟ ايه أنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت اللي كنت السبب في اكتمال سعادتي. لولا نصيحتك كان زماني أنا في وادي. وامال في وادي تاني. متشكره قوي والف مبروك. انت اللي علمتينا ان الاصرار يوصل للنجاح، عشان كده قررنا انا وامال ان فرحنا يكون على ايديك. بس والنبي والنبي ما ترفضي. انا ما عنديش مانع بس على شرط. شروطي؟ فرحكم يتم في بيتي. بيتك؟ هتبقى زيطه وزنبليطه، ده احنا عازمين ناس يامه وهنرقص جر. انت مش قلت جرك برضه؟ ما يهمكوش، انا اصلي لوحدي في البيت ومن زمان ما عيطتش. ده انتوا هتعملوا لي حته خدمه. هي امال موافقه؟ انا ما اقدرش ارفض لك بقى. العنوان اهو، هستناكم بعد ساعه. ها؟ وهنرقص جر؟ وعزموا اللي انتوا عايزينه كده؟ او النبي. باي باي. افندم، انا المعذبه بشبرا، مش فاكراني؟ أي خدمة؟ جوزي. اتفضلي. ميرسي. إيه الموضوع؟ بيقضي معايا في اليوم الواحد 24 ساعة، ما بيفارقنيش لحظة.
من يوم ما اتجوزنا ما بعدناش عن بعض ثانيه. ملوش اصحاب قرايب؟ دايما يقول لي انت اصحابي، انت قرايبي، انت اهلي. ما بيخرجكيش؟ ما بيفسحكيش؟ دايما يقول لي اللي بيحبوا بعض يا حبيبتي حرام يضيعوا دقيقه واحده بعيد عن بعض، ولازم يفضلوا بعيد عن عيون الناس. يا سلام، انا طهقت، طهقت من قعدتي جنبه في البيت. ما فيش طريقه تبعدوا عني شويه؟ هي روحي فين؟ ايه والنبي الحقيني. تنصحيه يشتغل ضابط بحري. ريك ريك ريك. يا حبيبتي يا منى وحشتيني، وحشتيني قوي. صحتك يا حبيبتي، في صحة الست اشهر اللي قضيتهم بعيد عنك وانا بتعذب. منى! الو منى، انا عارف انك منى، قلبي كان حاسس انك انت يا حبيبتي. انت فين؟ في المجلة؟ مجلة ايه ده وقته؟ سيب المجلة انزلي حالا. تعالي لي تعالي لي، انا قاعد على نار مستنيك في عرضك، في عرضك اوام. اروح انا كده بكل تقل افتح الباب. منى لو قابلتها كده تقول لي ارجع تاني. لا، تضرب الجرس اجري افتح الباب اخدها في حضني. منى منى حبيبتي، يا حبيبتي وحشتيني، وحشتيني قوي. كرالك ايه؟ ما يلا بقى. ليلى بقول لك ايه، كفايه كده بقى النهارده، انا هريح شويه وبصحيني بعد الساعه، ولا اقول لك نص الساعه كفايه؟ اهو. ايوه هو انا معقول انام؟ انا هفضل صاحي مش هنام، مستحيل انام. هو انا بتاع نوم؟ ليلى ليلى الله ليلى 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 مستشفى العروبة؟ أيوة ليلى ليلى تعالي اسمعي تعالي، بقول لك إيه، يا تلحقيني يا ما تلحقينيش. أنا بتاع الأسود. آسف على رجلك، قصدي على إيدك. أنت اتفضل يا أستاذ اتفضل. أيوة يا سيد، مدام سعاد حسني توصل بعد 10 دقايق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أين العروس؟ عروس مين؟ الأنسة أميرة الفنانة، بتصور فين؟ في شوارع القاهرة. أنا حي في شوارع القاهرة. الله، عارف فين شوارع القاهرة يا أستاذ؟ شوارع القاهرة؟ ما أنا ساكن في الشارع اللي وراها. ورايا؟ اتفضل. شوارع القاهرة يا مفترين. اطلع يا أستاذ. على فين؟ شوارع القاهرة. ما احنا في شوارع القاهرة. ده احنا يبقى وصلنا. متشكرين يا مولانا. اطلع يا اسطى. قلنا على فين؟ مالكش دعوة اطلع وبس، مفيش وقت. منى منى
منى منى حبيبتي منى منى انتي انا بقالي ست اشهر بفكر في كلمه استقبلك بيها. ست اشهر اقول لك كلمه اول ما اشوفك. ست اشهر بفكر في كلمه ومش لاقيها. منى منى حبيبتي هقول لك يا حبيبتي ازيك دي كلمه هايفه وحشاني دي كلمه صغيره بحبك. كلمة اليومين دول ملهاش أي مفعول. ملهاش أي معنى خالص. شفتي؟ حتى أنت مش لاقية كلمة تقوليها لي. زي ما أنت شايف. يا حبيبتي يا منى. يا حبيبتي. هي لغة واحدة بس العالم كله بيعرفها. هي اللغة اللي بتوصل المشاعر الحقيقية. وأنت بقيت خبير فيها. الشوق واللهفة يا حبيبتي يعملوا أكتر من كده. الشوق واللهفة ولا المواني؟ المواني؟ ما تفكرنيش بالمواني. اللي أنا اتصرفت تصرف مش عارف بقى اذا كان صح ولا غلط. احكي لي احكي لي. قول لي يا حبيبي اخر مينا كانت ايه؟ نابولي في ايطاليا. صوفيا لورين. يا شيخه صوفيا لورين يا حبيبي. واللي بعدها يا روحي؟ مارسيليا في باريس. ترشيد برضو يا روح قلبي. منى غصب عني. انا اسف ما كانش في قدامي حل تاني. صح. منى انتي اقدر عليكي. اوعدك ان هعوض لك كل الحاجات دي. تعوض لي ايه بقى؟ منى منى اصل الحقيقه انا اضطريت الهدايا اللي جايبها لك من ايطاليا وفرنسا ابعتها لاختي مع ماما. هدايا ايه؟ كان لازم اعمل كده عشان اقدر اوضب لك الجو الشعيري ده وعشان انا وانتي نبقى لوحدنا في البيت. انا هديتي كتاها خلاص يا حبيبي. يا حبيبتي يا روحي. يا سلام كانت دايما تعزيني في وحدتي. لكن دلوقتي خلاص لقيت الاصل. لقيت روحي. لقيت حياتي. لقيت اللي مش ممكن الاقيه في اي مينا في الدنيا. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي. ده انا بقالي ست اشهر ما شفتكيش. اشهر؟ منى تعالي. لا يا بحب. لا عشان خاطري. تعالي هكسرك. من خلال. طيب هقطعك. حدد حدد. وهرميكي من القطط. ترميني القطط؟ اه منى هقطعك. قطعني قطتي. قطع انا حب الطقطي. قطعني قطتي. قطع انا حب الطقطي. قطعني واهياني. قطعني واهياني بملامحي وتقطيعي من احلى القطع قطعتي. رجلي وايدي وجدودي وعيني يا ما شاف من تلوي ورميتهم ونسيتهم عشرات القطع اسابيع. قطعني فقطي. قطع انا حب التقطيع. قطعني واهياني بملامحي وتقطيعي من احلى القطع قطعتي. ليه كده ليه؟ قصدك ايه؟ اصل خديك مش اول مرة اسمع عنك اخبار سرة واغضب منك واعرف انك واغضب منك واعرف انك زي القرعة تمد البرة. ما تشكيش ابدا فيا. ما تحاوليش تسرحي بيا. ليه كده ليه؟ تقصدي ايه؟ قصدي اقول لك حتى يا بطه اصحى انزل دوق الشطه. قصدي اقول لك حتى يا بطه اصحى انزل دوق الشطه. شد الحافه عند كتافك احسن تبرد نام وتغطى. انا هتجنن علشان خاطري. لا 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 قلنا يا حنن. حموتي يا خبر. بص
تعالي عندي وطوعيني علشانك مش علشاني احسن بعدين تلاقيني احلف ما انا راجع تاني وانا اقدر يا حبيبي مش ممكن يا جرس الباب الله يخرب بيتك يا ريتني خلعتك ورميتك وده وقته بس ايه يا فندم احنا جينا حضرتك عايز ايه عايز هنا لازم حضرتك غلطان في الشقه مع السلامه لا 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 خليهم اتفضلوا اتفضلوا الله ايه ده بكره ليه كده التكليف ده يا مدام ليه الشمبانيا اللي انت جايباها على الترابيزه والحاجات دي والشمع احنا ما كناش عايزين نكلفك احنا جايبين حاجتنا كلها معانا 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 العريس اهلا وسهلا مدام منى كلها ذوق وكرم وحسنيه ميرسي قوي يا نهار اسود وكان من غير بواب منى 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 اعمل ايه حبيبتي تهتي مني طب يلا يا حبيبي روح غير هدومك ايه بتقعد كده قدام الناس طب تعالي غيريني ايه يا حبيبي بقول لك ايه هيقعدوا كتير ولا اكيد صغيره ومش كتير بعدين يا سيدي هفضل لسه طول النهار عشان جوازة واحدة اسمع بقى انا عايز اتكلم معاك بصراحة انت بتعمل كم جوازة في اليوم ليه هدفع لك ثمنهم وتريحني كده خمسة بذمتك لا القسم حرام حاسب يس ايه هريحك صباح الخير يا مخرج سيادتك مش مصري سيادتك لازم هندي هي فين ده انا رحت عندكم كتير قوي هما بيقولوا اللهم صل على النبي باشكا يا عشكا هو اسمعو بوشكا يا هي بيا جم 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 هتغم عايز ايه بالظبط انا عايز اميره أميرة مين؟ أميرة الممثلة خطيبتي معرفهاش مش سيادتك مخرج في السيما يا ابني أنا بصور جزم اللعيبة دعاية المحل عايز جزمة؟ لا أنا كنت عايز أميرة لعبوا ما تلعبوش مالها وردة يا عم عبدو مش وردة وبس يا ست هاني دول العيال الأربعة يا ست هاني شوطة وجت في العمارة كلها ربنا يكفيكي شرها اسمع يا عم عبدو نعم فوت على كل الشقق اي حد تعبان يجيلي دي العماره 45 شقه استهان حاله انسانيه يا اخي والكشف النهارده مجانا ها ربنا يحرمناش منك استهان يلا يا ولاد يلا اتفضل يا عم عبدو دخل العيال ليلى ليلى ايوه ليلى 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 ده احنا هنعمل عمايل ايه ايه ده احنا مش متفقين نحدد النسل دول ولاد البواب عيانين وجايباهم عشان اشوفهم اتفضل اغلي لي الحقنه دي بسرعه خلاص اتفضل خلاص ايه غلي امسك الحقي نار 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 الله ايه ده؟ ده
اعصابي نار. امسك الحقنه نحسن. امسك العلبه نحسن هتتحرق. بعدين بقى بقول لك اغليها على البوتاجاز عشان ادي الولاد الحقن. الدكتوره ليلى عندها النهارده الكشف بلاش، اذا كان عندكم حد عيان يجي. انت متاكد؟ ايوه متاكد. يا صفيه ورايا. نعم. الدكتوره ليلى عندها النهارده الكشف بلاش. قالت لك انده العازب اللي فوق انا شخصيا. لا، عشان سكان العماره كلهم. مغفل، امشي. مشينا. ده عشان عايزة تتعرف عليا أنا. شاطر شاطر. يلا يلا روحوا بقى، تناموا لمدة 3 أيام، محدش يجي هنا خالص بعد كده. ليلى مراتي حبيبتي قلبي عينيا كبدي. لا وبعدين بقى ما تخلي شويه يا احمد الله. اخلي انا اخلي هو انا هخلي حاجه؟ وال 39 يا احمد بيه. يا ريتهم كانوا 39، دول 24 مفيش غيرهم. وكمان بتقول 24. شفت اتخضيت ازاي؟ امال انا اعمل ايه؟ انا اعمل ايه؟ الله يكون في عونك. لا ولا يهمك، انا اداه وقدود. لسه قدامي 12 ونص. نص؟ اه قصدك اللي عامل كده. ليلى ليلى لا ما تسيبنيش لوحدي بقى. ليلى ليلى قولي لهم عزلوا. ايه يا معلم؟ مفيش؟ مفيش ازاي يا ست هانم؟ دي الناس تفصى حتى في العيا، اتفضلي. نهارك سعيد يا مدام. اهلا اهلا. ميرسي مدام. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا ويا مدام. العفو اتفضلوا. راسي دكتورة. العفو اتفضلوا. ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ شي توي سي لا موستا سي لا موستا كتسايلو. اتفضل يا استاذ، انت مش عيان؟ ليلى ليلى ليلى. ايوه يا احمد. في ايه؟ مين دول؟ دول جيراني وعيانين وجايين عليكم. طب اسمع. سلمتها مو حسن. خير، وقفت ليه؟ اتفضلوا انزلوا. يلا خدوا تاكسي تاني. تاكسي تاني؟ ليه؟ هو ده خلص؟ انا خلصت. ايوه خلصت. عايز الحساب. الحساب؟ الحساب يوم الحساب. يا استاذ انا تعبان. مش عارف اتلم على عصا. طب استريح انت واسوق انا. العداد 5 جنيه و50 قرش. قلتوا ايه؟ حاضر اتفضل. ايه يا استاذ؟ شوف لي معاك 5 جنيه. نعم 5 جنيه سلف. ولما نكتب الكتاب نبقى نتحاسب. والله بقيت بنك التسليف. اتفضل. ايه الشوارع القاهرة قال ربنا يشفي. ده كل بايه ده؟ رزق بس تعرف. الله هيوحشنا. بقول ايه؟ حسابي انا عشان اروح. تروح في ايه؟ استنى ما نركب تاكسي تاني. ها؟ تركب لوري؟ انا اركب اي حاجه بس خلصني. لوري لوري. ممكن والنبي يا اسطى تاخدنا معاك؟ يا مرحب. اتفضل يا استاذ. الو. ممكن برضه. اتفضل. السلام عليكم. والبيف اسمي ايه؟
انا بحار. يعني مش بوليس؟ لا. طب حس كده بقى مساء الخير. طب وربنا انا افتكرت حضرته منتهم ولا مؤاخذه. ده المأذون بتاعي. كده جود ايفنينج. جود ايفنينج. يا محاسن الصدف. طب وربنا انا دايق طول النهار وعمال ادور على مأذون. ليه؟ خير يا اسطى؟ اصلي انا نويت غير مقاطعه ان شاء الله كده اتوكل على الله. تتجوز؟ لا اطلق. حسبي الله ونعم الوكيل. انا خلاص تهقت في الحاله دي. لابد من الاصلاح. اصلاح يا استاذ وتكسير يا استاذ. ده المأذون بتاعي وانا حجزه من الاول. ايه حجزه دي؟ اتوبيس. طب تراهني ان انا هطلق النهارده؟ طب تراهني انت ان شاء الله هتتصلح. هتتصلح. طب ترهنوني بقى ان انا مش هتجوز النهارده. ممكن افوت والله؟ لا ممكن. اهو كده اهو. اهلا وسهلا، انتم منورين. ايه ده احنا في اتوبيس؟ لا مؤاخذه يا كابتن. مفيش فتحة فوق. برقص يا سيدي برقص. مفيش حتة فاضية. ما انت شايف المولد. لأنك حنينة
وتكوني بمشاعرك لانك رقيقة وحساسة عشان بتحبيه قوي قوي. وايه كمان؟ قولي يا منى قولي. والدك لذيذة قوي. كلامه كله له، نظراته كلها زي اللي عمره ما اتجوز قبل كده. حبيبي يا احمد، حبيبي. هو انت وصلت للحالة دي؟ زي ما انت ما تتحركيش، ها؟ ما تتحركيش عشان يعني، وبعدين ربنا هيكرمنا ان شاء الله. بس هي ثانية واحدة يعني، عشان في الباب راح في زي 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 ما انت افرض انا بعمل يعني في يا جماعة الدكتورة ماتت. مش معقول معقول. لا مش ماتت يعني، هي تعبانه شويه مش هتقدر تتحرك، عايزه دكتور. يلا روحوا. مدام امليه انت روخ، مدام امليه روخ، مدام امليه انت تروخ، روخوا كله روخ. دكتوره ذكيه جدا، لما اقول لكم ماتت تبقى اسمها خلاص. انت ايه اللي جابك؟ لا ما هو كان شويه صداع وراح. اللي عليه الدور يتفضل. امال بتقول ماتت ازاي يا استاذ؟ بقى ده كلام بقى تكدبنا انا واستاذه واحده ست؟ يلا روخوا كله روخ. تسمع؟ نعم. قول لها أنا جيت. وفين الست هانم بتاعتك؟ ده أنا العازب اللي فوق. أيوة بس دي دكتورة أمراض نساء. مش شغلك، بس خش قول لها. آه عرفت، لازم حضرتك حامل. إيه حامل يعني؟ لا أنا مفيش حاجة يعني، ومعدتي سليمة. والنبي إحنا مش ناقصينك أنت كمان. اسمع، أنا بذلت مجهود كبير علشان اقنع نفسي علشان اجي وسط الجماهير دي، واذا ما قلتلهاش انا همشي. امشي امشي نحسن الطم ولم عليك الحته كلها. امشي. مسكين اصلك مش عارف. شايفه الناس اللي ما بتضيعش وقتها؟ ايه بتخش؟ هتعمل ايه؟ اوعى. ايه اللي بتعمله بره ده؟ انت بتساليني انا؟ امال اسال مين؟ اسالي الست اشهر. ست اشهر وانا محبوس جوه حبك، وكان اللي مصبرني الامل. الامل في منى اللي كنت فاكر اني هلمس الحب يوم ما المسها. وجت الاجازه ويا ريتها ما جت. ضاع الامل.
ضاعت منى وضاعت الاجازه. شريف يا حبيبي، انا عمري ما ضيعت منك، بس انت ما تتكلميش، ما تتكلميش خالص، خليكي ساكته، خليني ابص لك، انا بحب ابص لك وانت كده. عن اذنك بقول ايه؟ مش تيجي نكمل الحديثه؟ وهنا ادرك شهرزاد الصباح. كوكو 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 ايه بس؟ كوكو كوكو ليه؟ خد يا واربط لها رجلها كويس. نبي لو سمحت عشان بس الست عايزه تقعد. قوم. انا؟ ايوه انت امال امي. قوم اقعدي. اتفضلي يا هاني. اضغط على الركبه كويس. آه! نعم. بلاش عشان انا مش يعني تعبان بقالي 6 اشهر. عشان البحر شد مش قوي يعني كده. شدوا افتح افتحوا الشباك. افتحوا لي الشباك. تمرجي ممرض ممرض. انا عارف انك تعبان والزحمة دي قرفاك اوي اوي يا اخي. تحب اخلصك من الزحمة دي؟ ايد على كتفك. خش قول لها انا وصلت. وبعدين هتوزع الناس دي كلها. يا سلام. وهتروح انت كمان. وانت اخش انا اكشف. انا اروح وانت تخش تكشف. اكشف. انت محتاج حقنه شرجيه واسبوع راحه في السجن. اصلك ما تعرفش هم عاملين الزحمه دي كلها علشان اقدر اخش الشقه في غياب جوزها البحار. ايه يا واد الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ده انا جوزها البحار. جوزها؟ ايوه. يا عبده طلع الاسانسير ونزل العفش. انا معزل. سلام. عايزين نبقى نشوفك برضه. خلاص بقى يا سماح والنبي وهتبقى اخر نوبه. لا ممكن. يلا يا استاذ خلصنا. يا جماعه خلصوني، يا تتجوزوا يا تتطلقوا. شايف دي يا اسطى؟ ابعديها من قدامي احسن اضعف. يا اسطى الست اتعقلت. طب انت ايه رايك؟ خلاص نتعقل. بس على شرط. يبطل ضرب. احنا هنرجع تاني. ضرب؟ حد يضرب الغزال المتشرد ده اهو. ضرب للحيوان. حيوان ده ايه؟ ده يزلجها للوحشية. خلاص نبطل وحشية. هو انا هكون خدامتك؟ يا اخوانا
انا فرضكم، احنا بقينا ليل يا سيدي. انتوا تخلوكم معانا الليله دي والصباح رباح، نبقى ندور سوا. مش ممكن يا اسطى، ما يصحش، انتوا بيت راجل. انا طب عليا اطلعوا في التلفزيون. ما انتوا قاعدين مش كده؟ يلا بينا. هستناك انا هنا. نهار ابيض، لا مؤاخذه يا استاذ، اتفضل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، مع السلامه. مش واجب اروح اوصلهم برضه؟ توصلهم وتسيب البطه اللي انا محمرها لك. هي البطه محمره لي بطه. ستوب. اميره اميره، مش معقول يا اميره. انا عايز كل مشاعرك، كل احساساتك، كل ذره في جسمك بتقول اه، انما لسانك، لسانك هو اللي بيقول لا. بس ممكن تديني ده يا اميره؟ من فضلك اديني ده. مش معقول اقعد 6 سنين اخرج في فيلم واحد يا اميره. الاجهزه والقطاعات المعنيه تستعد، هنبدا في العمل. بارتي. والان نشتغل. والنبي يا ايوه اميره الفنانه فين؟ جوه الصور. الصور يا حبيبتي يا اميره. بالراحه يا استاذ بالراحه. بالراحه. انا اتكلمت. واخيرا بعد البحث وبعد الجري شمال ويمين، من روما لنابولي الباب اللؤلي بكين. ستوب. زفت باب وحش وحش وحش. ايه يا استاذ اللي انت بتعمله ده؟ انا بقالي 9 سنين بخرج في الفيلم، ما اقدرش اقعد اكتر من كده. خد بالك انا هعملها ازاي. ديالوج. خلاص افتكرت. واخيرا بعد البحث وبعد الجري شمال ويمين، من روما الباب الخل لنابولي الباب اللولي بكين. معرفت ازاي؟ الاجهزه المعنيه تستعد للعمل. كلاكيت. مصور. مساعد. قول بارتي عشان انا تعبت خالص. بارتي 37,001 اول مرة. واخيرا واخيرا. ايه ده يا استاذ؟ كاميرا كاميرا. واخيرا بعد البحث وبعد الجري شمال ويمين، من روما الباب الخلق لنابولي الباب اللؤلي بكين، من لندن للدراسة لطوكيو، من شبرا لبرلين، أصاب الناس يشوفوني يقولوا يا عيني على العشين. وأخيرا وأخيرا شفتك، وأخيرا من بعد ما دورت كثيرا، أخيرا شفتك، وأخيرا من بعد ما دورت كثيرا، وأخيرا. لله لله افرح افرح لله لله.
محسمي بالغمام. انا تعبان. طب والله زمان يا هلس. اكسلنت، هايل، عظيم، هو ده اللي انا عاوزه. اجهزه اطبعه. حياتي، عايز الراجل ده؟ عايز ايه؟ عايزك تمثل الدور اللي بتمثله في كل حته. ايوه كل حته ده ايه؟ انت هايل، انت عظيم، انت كارثه، انت لعنه، انت مصيبه. دليل ادب. هو ده اللي انا عايزه. يلا يلا عشان كاتب كتاب. كاتب كتاب ايه؟ هي اميره كانت عامله لي مفاجاه. انت المفاجاه، انت المفاجاه. قسم الملابس يبدا في العمل. عمل ايه؟ يلا يا استاذ، يلا هدوم. اقلع ايه؟ لا يا استاذ اقلع ايه؟ ما اقلعش هنا، انا تعبان يا استاذ. الدور عايز كده. دور ايه؟ ده الدور اللي هتمثله يا افندي. امثل ايه يا استاذ؟ يا استاذ اقلع، بلاش لمار يا جدع. ابعد عني انت الاخر. ستك فاهم غلط، انا ابقى خطيب اميره، وستك قلت اني كاتب الكتاب النهارده. انت مجنون. اميره اتجوزت النهارده الصبح. اتجوزت يعني ايه؟ ايوه طبعا، فنانه عظيمه، سابت شهر العسل عشان تيجي تكمل فيلم الخالد. يا سيد بالراحه عليا، كلام اللي ستك بتقوله ده بره الفيلم ولا جوه الفيلم؟ احنا مش بنهزر، اميره اتجوزت وعملنا لها الزفه. زفه؟ وكانت زفه رائعه. عشان كده هربت مني، سابتني ادور عليها طول النهار وانا لايس في شوارع القاهره. امها ما قالوا ليا القرشانه تضحك عليا انا، تقول انها سافرت اسكندريه. يا ترى انت فين يا مرزوق؟ يا العظيم، هو ده، اديني من ده من فضلك، انت عظيم. ده يطلع من نافوخي. اميره اميره. فعلا الفنان لازم يبقى مجنون. امضى شكسبير. اميره أميرة أميرة. أميرة 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 عن إذنك. اللهم ألهمه الصواب وألهمني الصبر يا رب. نعم. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ امال عايز نعمل ايه؟ عايز اقول لهم ان اللي بيتمناه الملايين واحد رفضها؟ ميرا انا رفضتك يا مرمر. اوعى كده، يا ريتك كنت رفضتني، كان يبقى اهون عليا من انك تضمني للمجموعه. مجموعه ايه؟ زوجاتك يا كابتن. زوجاتي؟ ال 39. انت بتقولي ايه؟ انا اللي عايز اعرفه ازاي هطلع لهم بطاقه تموين. تموين؟ انا في حد عامل لي عمل. ايه حكايه التموين ده؟ اوعى، الصور اللي على مكتبك، وكمان حضرتك مش مكسوف وحاططهم كده عيني عينك. صور؟ الصور بقى الحكايه كده. الحمد لله. اذا في هذه الحاله انا ممكن اتهمك بالخيانه. مع مين؟ مع عمر الشريف. عمر الشريف؟ ليه؟ عمر الشريف ممثل عالمي وله في كل بيت صوره. والصور اللي شفتيها دي روح قلبي مني عيني من جوه، صور عالميه كل مجلات العالم بتنشرها. اشمعنى يعني صور الستات؟ ها؟ أميرة حرام عليك يا أميرة. أنا بقالي 6 أشهر آكل مع رجالة، أضحك مع رجالة، أهزر مع رجالة، ألعب مع رجالة، رجالة لما اتهريت رجالة. يا سلام، وصورتي مش كفاية؟ لا مش كفاية. يعني لازم تبقى جنبها 100 صورة؟ وألف صورة. لأن صورة حبيبتي في وسطيهم معناها إن حبيبتي أجمل من أي ست في الدنيا. يعني البحار ملوش في كل مينا زوجة؟ ده البحار الخايب، البحار اللي ما يعرفش معنى الحب. يعني انت بتحب؟ انا لا. امال انت ايه؟ انا متدهول. يا حبيبي يا متدهول. حبيبتي يا اميرة. ايه؟ هتعملي ايه في اللي اتجوزتيه النهاردة الصبح ده؟ بسيطة قوي، تروح انت تقابله وتقنعه. اقنعه؟ ده انا اقنع ابوه. بس فين هو المغفل ده؟ في المراية. في المراية ده؟ ده انا اميره. يعني انا الزوج الاول والاخير يا سمير. يا روح قلبي استنى، ما تتحركيش، انا هنده للاستاذ يكتب الكتاب النهارده. يلا قوامي اندهله بسرعه. مش ممكن. في ايه تاني؟ حالفين على المصحف ان احمد وشريف يبقوا شهود. خلاص تروح انت تجيبهم، اكون انا خلصت شغلي واكلم ماما تحصل. ثانيه واحده، مسافه الست. ايه
ده ربط كلام، وده عربون، وده مؤخر، وده أميرة اللي جاي ده بقى تصبيرة. سمير انت كده هتتجوزني بالنقص. لا يا روحي، انا احسن دلوقتي. انا برضه بقول كده، انا مش تعبان. وشرفك ليلتنا هتبقى تجنن. بتعمله ده ايه؟ ضيوفنا ولازم اجاملهم. زي شيء. ما انت يا حبيبتي سايباني من الصبح. طب ايه؟ بحبك بعبدك. ايه ايه ايه؟ ما تزعقش. مش بزعق منى. لا انا ولا حاجه. خليكي كده يا حبيبتي، خليكي كده في حضني. الله يا سلام، حلو قوي الرقص البطيء ده. ولا حاجة، ولا حاجة حبيبي، ولا حاجة. اللي بتعمليه معايا؟ أنا عايز أفهم إيه اللي بتعمليه معايا ده؟ تعالي. جرونا. جرونا.
ايه اللي عملتيه ده؟ مش وقت يا اخي مش وقت. طب تعالي بس عايزك. ايه؟ عايزك بس خمس دقايق. لا والنبي والنبي اوعى. يا خرابي، هما بيوزعوا فراخ هنا ولا ايه؟ حمدي شايف المفاجأة اللي عاملها لنا مدام منى؟ مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ المأذون. ايه؟ المأذون. مأذون؟ أنا سمير. أهلا بينا. أنا جاهز. يلا. جاهز ايه ده؟ أنا لسه أنا ما إيه؟ يلا بينا. النهارده الخميس والجواز على ودن الأستاذ. أنا سرقه. يا أستاذ أنا ناقصك. أنا ناقصك. أهلا. ده أنا فاكر. يبقى أنت مش عايز بقى. أنا مش عايز؟ أه. لا ده أنا هعرفك بقى. أنت كنت عايز ولا مش عايز؟ شريف احنا حالفين على المصحف ان لا يمكن اتجوز الا انت واحمد شهودي. متشكرين متشكرين يا مدام على المفاجاه دي. ايه الشيء ده؟ ده العريس. امال انت مين؟ انا عارف مدام الاستاذ موجود يبقى خير البر عاجل. عاجله يا استهانم. انا حاضر. الراجل انا واخد منه عربون 5 جنيه. نعم. ايه اللي بتهببوه ده؟ انا ماليش راي في الجرم ده ولا ايه؟ ورايك يا استاذ انت هتيجي معايا مش كده؟ اهدى اهدى يا كابتن اهدى. الميه ما تفوتش على العطشان. ولا تفوت يا ست. يلا يا امان اتفضل يا سيدنا الشيخ. ما تسيبنيش يا سيدي. يا جماعه الفرحه بقت فرحتين. كسب الكتاب دلوقتي. الميه ما تفوتش على العطشان. انا مش عطشان يا شريف. انا تعبان. يعني انا اللي مش تعبان؟ منى ايوه ارجوكي عشان خاطري ليه عندك طلب واحد بس. ايه؟ تمسكي فيهم يقعدوا لغايه ما نشوف عيالهم. من عينيا يا روحي. سليمه 100% مش كده؟ انت تحمدي ربنا انك جيتي النهارده. ليه؟ القلب شهر ونص ما تتحركيش من السرير. يا خرابي. وتعملي تحليل دم ورسم قلب باسرع ما يمكن. اه يا خرابي. ست احلام قومي يا اختي انت بخير. قومي هنا مصيبه. قومي خير ويجي منين الخير؟ انا عارف كل اللي عملته فيا وطوله خير. طلع النبي. اه امال لو كنت بكسب بفلوس. كنت عملته فيا ايه؟ اسندها يا احمد اسندها. اهو تعالي يا تعالي معايا معايا معايا. احمد بقول لك ايه؟ ما تروح انت تحللي لها لغايه ما نسلك بعض بالصلاه على النبي. اه انا تعبانه انا عيانه هموت. تعالك كده اتندي عليا يا مدام. يا عم عبدو تعالى وصل المدام لشقتك. عيانة يا رب. بني ادم مفيش الا لسان. دي تقيلة قوي. خلاص بقى انت تعبت اول النهارده كفاك. احمد انت راجع من سفر طويل ومحتاج حاجه تريحك. اخيرا. والحاجة دي لازم تحصل حالا يا حبيبي. فعلا لازم تحصل حالا. حالا يا حبيبي حالا. يا حبيبتي ايه؟ رايحة فين؟ احضر لك الحمام. حمام ده ايه؟ ادخل الحمام بعدين. نعم. الناس بره. اعقل يا احمد اعقل. اعقل ايه؟ وانا بقى فيه عقل. ده انا خلاص نص اتجنن والنص التاني بيشاور عقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما بعد ما غير 6 أشهر تجيبي لي عيانين. عيانين ايه؟ هو انا بتاع عيانين؟ اعقل يا احمد اعقل يا احمد. تعالي بقى امال. منهم. استنى يا احمد. بره انا ما اعرفش اكل. احمد بقول لك استنى بره. احمد ايه ده؟ انا الو. اهلا وسهلا. انت كنت بتقول ايه وانت طالع على السلم؟ انا ما قلتش حاجه. لا انت قلت حاجه بصدرك وانا سمعتها. ايوه كان بيقر وبيقول يا بختكم متجوزين. انا الاستاذ محمود بذمتك بحلفك وحياه العشره اللي بينا وانا طالع على السلم سري انا فيا قال حاجه؟ سرك
والله دي مسائل عائليه انا لا اتدخل فيها. امال النحس اللي ركبنا ده سببه ايه؟ ايه ده؟ هو انت كمان؟ اه ما ابدا بلا والله وحياه ربنا احنا معمول لنا عمل يا استاذ. يا جماعه ارجوكوا اميره مستنيانا على نار. احمد ابوس ايدك انا في ارضك. يلا حاضر انا جاي انا جاي. هتعمل شاهد؟ ايوه هعمل شاهد وابقى خلي الطب ينفعك. يلا 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 سيد. يا عم تعمليها يا اميره هو ده الاتفاق. الو سجل اهلا. من فضلك اديني اميره. ايه بتتكلم؟ طب انا عايزاها في حاجه خطيره دخلني على الخط معاها. اسمعيني بس. تليفون على شركه دي عامله تعمليها يا اميره؟ احنا مش كنا متفقين؟ احنا مش كنا اتفقنا؟ مش كان على الاقل تدينا خبر؟ انا عايز اعرف ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ كنا ماشيين كويس والخطه كانت ناجحه 100% ومحدش فينا يرجع في كلامه. ايه الفرق بيننا وبين الستات التانيه؟ دلوقتي جوازنا هيقولوا اشمعنى اميره؟ ومش هنقدر نفتح بس بس ارجوكوا تسمعوني. انا شفت الباسبور بتاع سمير، تعرفوا ان بقالهم ست اشهر ما نزلوش من على ظهر الباخره؟ ست اشهر ما اتكلموش ولا اتعاملوا مع اي شيء مؤنث، كل حاجه في حياتهم كانت ذكر في ذكر. يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي يا شريف. عاوزيني كل ده كان كفايه عشان يبقى في قلبنا رحمه ونعوض لهم حرمان ست اشهر. انا شخصيا لو كنت اتجوز سمير مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين كنت اتجوزته عشان اعوضه اللي فات. مش كده يا منى؟ قلت يا ليل. الو 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 حبيبي يا شريف. أنا آسفة يا حبيبي، أنا غلطت في حقك، لكن أوعدك إني هصلح غلطتي. فين الفستان اللي بيحبه؟ ستوب. عظيم. إكسلنت. المازون جاهز. جاهز يا فندم. استعجلوا بسرعة. حاضر يا فندم. أصيلة هانم. إزيك يا أصيلة هانم؟ وحشتيني يا سي محمود. فاكرة يا أصيلة هانم؟ فاكرة يا سي محمود. فاكرة لما سمير كان مستني عروسته واحنا بنلعب طاولة خشب يا حبيبي خشب؟ اه هتروحي مني فين؟ تحدي؟ انتي مش قدي. انت المأذون؟ ايوه. لا انت ما تنفعش خالص. انا عايز مأذون مودرن. نعم مأذون خواجة يعني؟ يا استاذ ده اصله ده. فضلك فضلك استني خالص. اجري غوري. الله يلعنك. الله يعينك كفرة. يخيبك مخرج من دون المخرجين. ده سي محمود اللي هيكتب كتاب اميرة. سي محمود يا سي محمود. انا متأسف قوي يا عم محمود. احنا ظلمناكم. اه عشان كده بقى ليلى قلبتها مستشفى. ست منى بقى قلبتها لي صالة افراح. اه السلام عليكم. استنى على فين؟ هو برضو انقذ ما يمكن انقاذه. انا بس الحق اي حاجة قبل الاجازة ما تخلص. طب ثواني بس اشوف الاستاذ محمود. ها عشان نلدع كاتب الكتاب. ما تغيبش. اغيب بسرعه بسرعه. يا محمود. مش محمود. اتفضل. حاضر يا استاذ محمود. انت يا جدع انت تعالى هنا. هي اسبيه ولا ايه؟ انت كل شويه هتقعد تنط لي هنا؟ عايز ايه؟ الاستاذ محمود المأذون. سيادتك شفته؟ اه شفته. تصور افتكرت المأذون بتاعنا شدته من ده له دي حلوه. مشي مشي. مشي المأذون. اه ده انا هوديك في داهيه. لا 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 نازل ايدك انت مش كامل اللي انت بتعمله ده. نازل ايدك بقول لك نازل ايدك. حاضر. الاجهزه المعنيه الخاصه بالدار انت مستعد؟ وريني هتعمل ايه بقى؟ حو هيضربوني كركديه. لا الواد شغال. رحلة اليابان نفعت. اه لا لا وهتشوف هيكسروا بس هو لئيم الوهم. يا جماعه ما يصحش كده. عيب. اي واحد اي حركه وعمل لكم حاجه. بعدين احنا مع بعض يعني. صحيح. يا جماعة سيبوهم دول على يميني.
يعني خمتني وخدتني شط واحد ضيف شرف فيها ايه مادام معايا انا مفيهاش حاجة ابدا فيها دي يعني ايه الارض انشقت وبلعتهم قلبنا الدنيا ومش لاقيينها طب وماما فين مش موجودة يا رخر طب متشكرة قوي مع السلامة شريف فين شريف فين احمد انا عايزاه انا مش عارفة دول مش موجودين في الاستوديو كله انا عارفة هما فين فين عندنا في البيت يلا معايا يلا ثانية واحدة أشوفهم فوق وأنزل حالا قبلت زواجك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان الله يبارك فيك مبروك يا عريس لا لا يا محمود أنا مرتاحش يا أخي بقى رايحة فين؟ حاضر أنا ما عنديش حريم تفتح بيبان، أنا هنا راجل البيت. لا مؤاخذة يا شيخ علي. إيه ده؟ أنتوا مستنيين إيه؟ الفتة. يلا يا سيدي، يلا يابا، اتكل على الله. يلا خدت حقك يا عم، برا رفاء بلا نيرة، يلا متى الحمل ليه؟ ألف نعرة، شكرا مع السلامة يا سيدي. ماما. مع السلامة. ماما. اسعى. ماما. اسعى وصلي على النبي. تسعة خد لك صورة 6 في 9 يا محمود يا أصل هاني يا حبيبي سمير لا ما شفتوش تعالي هنا رايحة فين؟ إيه؟ مش لما أعرفك بس محمود سي محمود جوزي جوزك؟ أهلا أهلا ومالك اتخضيتي كده ليه؟ بس يعني بقول إيه هتتجوزي بقى و لا أهي دي بقى ما أعملهاش بس بقول لك إيه؟ ما تنسيش وأنت راجعة تجيبي لي معاكي 7 صناديق صناديق إيه؟ حبوب منع الحمل يوه شوفك هي اللومة ودمالها يا اختي لو النبي ابلغ بقى يا سي محمود انت ما قالتش هتجيب حبوب منع الحمل ولا لا؟ تعال ماما ادي روح لامك شريف ايه ده يا ابني؟ مفيش حاجة يا ماما ازيك يا عطيات؟ ازيك يا شريف جالك كلام؟ شايفة مقصوفة الرقبة عملت فيه ايه؟ يعني هو لوحده يا ماما كلهم اصحابه زيه كده قولي يا ابني انت متجوز؟ ايوه يا طنط انا متنيل على عيني اللي خلفوني وانت يا ضنايا؟ انا خاطب يا شيخ بلا نيلة امال لما تتجوز يا ابني هيجرالك ايه؟ ماما اشوف وشك بخير يا ماما لما تبقى تيجي الست منى قولي لها ان انا سافرت هتغيب قد ايه يا شريف؟ 6 أشهر تاني يا ماما حبيبي يا ابني سلمي على جوزك عطيات مع السلامة يا شريف